آنيا. نعم حبيبي. بشو شردي؟ عم فكر بلارا بتكون هلأ مع هادي. طب ما شي طبيعي تكون مع هادي، وين المشكل؟ ما في مشكل، بس هي اليوم مقرر انه تفتح موضوع الزواج مع هادي، وأنا ناطرة على عصابي تعرف شو الجواب. بتعرف ليه نطرت لليوم تفتح الموضوع؟ يمكن لليوم حتى فائد تعرف شو مصيرها مع إنسان نظرته كل هالسنين. شو بك؟ عم بحس انه في حدا بحياة مرتي شهاب، بس كرامتي مش عم تسمح لي صدق احساسي. لازم يضل مجرد احساس، ما تخليه يتحول لشك احسن ما تدمر زواجك. عم بحاول ابعد هالفكرة عن راسي، بس اللي عم يصير بيناتنا عم بيرجع يفرض هالاحتمال بالقوة. لما تفكر قد ايه كنت تحبها وإذا ضحت هي لتتزوجوا بعض كل الاحتمالات بتضعف. ما بتعرفي قد ايه بكون مرتاحة لما بشوف هادي ولارا منسجمين بهالشكل. شوفي يا فادية، رح كون صريحة معك، انت بتعرفي انه بنتي بتحب ابنك، بس ما بتعرفي انه صار جاييها عارسين كتار وعم ترفضهم لأنه متأملة فيه. مش رح احكي اكثر من هيك. ولا ما بعرف شو بدي اقول لك، بس صدقيني عن جد على طول بلمح له على هالموضوع ولا مره اعطاني جواب. ما بدي اياك ترجع على البيت واعصابك تعبانه، فكر ياخدك وفكر يجيبك، تعمل مشكل مع مرتك. روق روق وشيل الافكار السوداء من راسك. لو في اعرف السر اللي غيرها، لو في ما اشوف الكذب بوجهك لما اطلع فيها، لو بقدر امسح عن وجه الاهانه كل ما احكي معها كان ممكن الامور تتصلح. بس كل هالاشياء عم عيشها وصارت من يومياتي معها. المهم ما توصل الامور بيناتكم لحيط مسدود، احسن ما تتحول حياتكم لجحيم. لما تشوفها عد العشره واختار الكلام اللي بدك تقوله وجرب ترجع توصل لعقلها وقلبها. هيدي النصايح فيك تعطيني اياها بكل بساطه، لانك مش عم تعاني من وجع الشك اللي جواتي، الشك اللي عم يعذبني من دون اي شفقة او اي رحمة. ما رح تتركني الا وانا مدمر. ما بقدر اوقف حدك الا بهالطريقة، لانه ما بقدر كب الزيت على النار. اساسا ما في نار الا نار الوهم الهايب باعصابك. يلا صديقي يلا.
بكره الايام رح تثبت لك انه الوهم اللي عم تحكي عنه هي الحقيقه بحد ذاتها. شو بيك هادي؟ حستك مش على بعضك. معصبه شوي، ما في شيء. في اعرف شو السبب؟ ما بعرف. بهالايام مش عم شوفك الا معصب. رح تخليني احس كانه انا السبب. قلتلك ما بعرف. هيدي مشكلتي معك، دايما بتهرب من الجواب. منيح اللي بتعرف انه في مشكلة بيناتنا، بس ما عرفت مين هي المشكلة. شو قولك؟ تلفن لو بعرف شو صار، حجي قاعدة أعصابي؟ هلا أنا لما حكيت فيكي ما كنت أعصابي كمان، شو قصتك شو نسيتي؟ راح تحكي معه بموضوع الزواج، مش موضوع الشرق الأوساط. إلى مدة مش على بعضها، حسيته مغير معه ومش عارفة ليه. كل ما تطلب منه إنه يظهروا سوا، بيخترع على حجة كأنه عم بيظهر منها شوي شوي. خايفة يكون في حدا تاني بحياته. تاني يا حبيبتي، هلا يمكن مشغول هو، بس مش معناتها في حدا تاني بحياته. طيب هلا حبيبتي إذا أنا انشغلت وما عاد فيي شوفك، يعني عندي حدا تاني بحياتي؟ أكيد يمكن فكر مثلها إذا تغيرت معي. يا نديم مش هينة على وحدة مثل لارا بتحبه هالقد لهادي يتغير معها هيك فجأة وما تعرف شو السبب. طيب حقها تعرف شو هو السبب، ما عم بقول لا، بس إن شاء الله يكون الوقت المناسب حتى تفتح الموضوع معه. معقول الحالة المادية التعيسة اللي عم يمرق فيها تخلي جيهان تبعد عني تنسى اني جوزها واني بحبها؟ القلة بتولد نقار وهيدا مثل معروف، بس ما بعتقد انه القلة ممكن تخلي جيهان تبطل تحبك. احساسي بقول العكس، جيهان اللي بيعت الدنيا كرمالي مستعدة هلأ تبيع نفس الدنيا لتخلص مني. يلي بيعرف قصة الحب يلي كانت بيناتكم ما بيصدق انه في شيء على الارض ممكن يلغيها. الحب يا حاتم مثل اي مؤسسة، المال بيخليها تنجح وتزدهر، وقلته بيخليها تفشل وتنتهي. مع انه بنظري في فرق بين اثنين، بس يلي عم تقوله هيدا وجهة نظرك، باقي نسمع وجهة نظر جيهان. خلص زينة ما عاد فيي اتحمله، ولا عاد بدي كفي حياتي مع انسان فاشل مثله. ما تنسي انه هذا الانسان الفاشل كان اكبر حب بحياتك وتركتي جوزك واولادك كرماله. كنت مفكرة اني رح كون سعيدة معه، طلع العكس تماما. اول مرة ضحيتي بعائلتك وقتلتي حالك كرمال تتجوزي رودي، وهلا بدك تضحي فيه كرمال مين؟ مش كرمال حدا. يا ريت بعرف شو عم بيحكوا كل هالوقت. هلا اثنين بحبوا بعضهم، شو بدك اياهم يحكوا؟ ان شاء الله يبق هالبحصه بقى ويريح بال هالبنت ويريحنا. قولي اللي بدك تقولي وحاجه تدوري حول الموضوع. هادي قد ايه صار لنا مع بعض؟ ليه هالسؤال؟ عم ذكرك انه صارنا زمان منحب بعضنا وصار لازم نفكر بالزواج؟ صح. بس أنا مش حاسس لحد هلا إنه صار لازم أتجوز.
مش شايفتهم عم يحكوا مع بعضهم مرتاحين؟ بعدين تركيهم، المشاكل بتقوي الحب. مش حابب اطلع على البيت والتقي فيها. كلنا بتذكر كيف كانت تلاقيني بالماضي، بأي لهفة، بأي شوق، بأي حب. كيف هلأ عم تلاقيني بكده وحقد ولا مبالاة؟ بحس بدي اقتلها واخلص منها للأبد. رودي، الشك اللي انت عايش فيه مع حالتك المادية التعيسة عم يخلوك تتصور انه مرتك بتكرهك وبحياتها في حدا تاني. اسمع مني وما بقى تخلي شيء أثر علاقتك فيها. المشكلة انه احساسي انه في حدا بحياتها مش عم بقدر اطلع منه، مع اني مش حابب صدق هالاحساس. بس كل ما برجع على البيت وبشوف تصرفاتها بترجع تفرض علي. حاتم، صرت اكره ارجع على البيت. اذا كل مره ورجال بصير في بيناتهم سوء تفاهم بيتركوا البيت، كانوا كل مجوزين عايشين بالشوارع. يلا صديقي هونا بتهون. كيف بتحب فسر جوابك؟ كل عمرك بتعتبري حالك أذكى مني، فسر جوابي مثل ما بدك. قبل ما اتكل على زكاية وفسر جوابك مثل ما بدي، عندي سؤال أخير. سألي. في حدا بحياتك؟ جاوبني بصراحة. ايه في. بقدر اعرف مين؟ لا. اوكي، فاذا رح اعتبر انه علاقتنا انتهت. بليز مامي، فينا نمشي؟ لا وين؟ بليز خليكم تغدوا هون. معلش تا غير مرة، بليز مام. باي باي. الله معكم. حياتي اشتقت لك، ما عدت قادر اعيش من دونك. دايما بتسبقيني وبتقولي اللي عم بحس فيه. حياتي الكلام ما عاد يكفي، لازم نلاقي حل حتى نكمل حياتنا مع بعضنا. اعطيني شوية وقت حتى ما نوقع بالغلط. يمكن الغلط الوحيد بهالعلاقة انك مرت صديقي، بس بهالحالة يمكن كون خسرت صديق بس بربح حب حياتي. بعدنا بصدق، لازم يفهمنا رودي. يمكن بحياة كل الناس في حب، بس قليل اللي عم يعانوا منه مثل ما أنا وأنت عم نعاني. مرحلة وبتقطع، مع إني ما عدت قادرة أتحمل عذاب. حاسس إنه أنا المسؤول عن عذابك. أنت اللي كرماله عم أتحمل هالعذاب، وهذا سبب أساسي حتى أربط حياتك بحياتي. حبيبي شو بحب أسمع منك هالكلمة. إجا رودي، باي باي. مع مين كنت عم تحكي؟ مش مع حدا. بسألك مع مين كنت عم تحكي؟ جاوبوا لي. ما تقولوا لي واحترم نفسك. أنا بدي أحترم نفسي يا كلبي يا واطية. رودي رؤيا، زلمة عيب، ما بيصير هيك. مش سامعك كيف عم تلأمن؟ اسمعي، إذا بعد بتحكي معي بهالطريقة بدي كسر لك راسك. معقول يا ماما تجاوب لارا هالجواب؟ أنا ولا مرة وعدتها بالزواج،
وين رح تلاقي بنت احسن منها؟ يمكن تكون احسن بنت بالدنيا، بس ما بقى تعني لي، وبتمنى لها تلاقي الانسان اللي بيستاهلها. شو هالجواب هيدا؟ والحب اللي كان بيناتكم هيك بكلمه بتلغيه؟ ايه كان في حب وانتهى، وانا مش اول واحد بياخذ هيك قرار ولا اخر واحد. شو هالحكي هيدا؟ البنت ضيعت احلى سنين حياتها معك. وانا ضيعت احلى سنين حياتي بحب تحول مع الوقت لمنافسه مين هو الاذكى ومين المسقف اكثر. النظريات بالحب ما بتنفع، والمنطق بالاحاسيس بيصير يخنق، وانا مع لارا كنت عم بختنق امي. بالاذن. كنت عارفة هيدا رح يكون جوابه، لأنه من زمان لو بدها تشتي كانت غيمت. بقيت معه كل هالمدة لأنه كنت مفتكرة أنه بحبني. كنت عايشة بوهم الحب. هو اللي خلق هالوهم بيناتنا وعيشني فيه. طالما عرفتي نوياه انسيه وكملي حياتك وفتشي على مستقبلك بعيد عنه. في كتير حسابات بيناتنا لازم نصفيها قبل ما كل واحد منا يروح بطريق. هاي هاي. بعد ما وصل حاتم؟ ليه عليك انه جاي لهون؟ اتصل فيه من شوي، كان عند رودي بالبيت وقال لي تلاقيه لهون. نشرب شي بكون وصل. ماتر روق يا زلمة، روق حاج معصب. طيب سوء تفاهم وبيصير بين الرجال ومرته. صار لها مدة على الحالة، ما بتحكي معي إلا دفش ودايما معصبة. طيب ما أنت روق عليها كمان شوي، عود معها اسألها ليه عم تتصرف معك بهالطريقة. مغرومة بحدا، وبكره بتشوف إنه شكي بمحله. على طول مشاكل هي وياك، كيف ما سألتها بتقلك مش طايقته ومش قادرة أتحمله، ما عاد بدي كفي معه. ما بعرف شو عم يصير مع رودي وجيهان بهالأيام. يمكن حالتهم المادية تعبانة هالأيام، وهذا سبب كيف حتى يعمل كل هالمشاكل بيناتهم. هيدا رودي مع حاتم. كنت بعدني بحبها ومش قادر استغني عنها، كنت تركتها وخلصت منها، بس مش قادر. يمكن اعصابها تعبانه، روح لها شوي. اكيد اعصابها تعبانه. لما تعرفت علي وحبتني صارت هيك تعمل مع جوزي الاولاني. ما حدا بقى يقنعني انه ما في حدا بحياتها. انت مش رايي هادي؟ محتار شو بدي اقول لك، الحقيقه ما عندي جواب. فهمت عليكي ولا كلمة على التليفون، شو بكي انت وهادي؟ بفتكر انه هالمرة انتهى كل شيء بيناتنا. هيدي المرة الألف اللي بتقولي اللي انتهى الموضوع بيناتكم وبعدين بترجعوا. لا، هالمرة مش مثل العادي. كل واحد منا أخذ قراره وعلى طريقته. إذا كانت جيهان مفكرة بهالتصرفات رح تخليني أطلقها، نجوم السما أقرب لها. كمان ما بيصير أنت تمد إيدك عليها. مين بعد بيضرب مرته؟ عم تضربها؟ ولو يا رودي معقولة هالشي؟ عم تضربها؟ المرأة الأنانية اللي ما بتحترم جوزها، ما بتحب إلا نفسها، لازم تنضرب. لا شو هالمنطق؟ غلط اللي عم تحكيه. الرجال ما بيضرب مرة، بعدين إذا حاسس إنه مرتك ما بتحبك أو ما بتحترمك، اتركها وكل واحد منكم يروح بطريق. قلت لك بحبها ومش قادر أتركها. والضرب ما بخليها ترجع تحبك. مشكلتي إني بحبه. مش قادرة أواجه هالحقيقة أو أظهر منها.
ما بقدر اقول لك غير انك تحافظي على كرامتك وتاخذي موقف. مش قادره يا تانيا اخذ موقف، ولا قادره افكر انه وحده تانية ممكن تاخذه مني. ليش في وحده غيرك بحياته؟ اكيد مش رح ارتاح قبل ما اعرف مين. اذا عرفت مين رح يرجع لك؟ اذا عرفت مين بعرف السبب، ومثل ما هي تحدتني واخذته مني يمكن انا اتحديها واخذه منها. بس لو بتاكد انه في حدا بحياتها، لكن تفاجئها هي وياه شو رح يصير فيهم؟ بالاذن. شو بيك تغير لون وجهك؟ لما دق تليفون هادي كاني شفت رقم جيهان. مش كانك شفت رقم جيهان، تهيأ لك أصبر. ولو حتى بهادي عم تشك؟ ما شفتوه كيف كان عم يدافع عنا؟ ما كان عم يدافع عنا، كان عم يعطيك وجهة نظره كصديق ونحن معه. مش أول مرة بيضربني، صايرة عنده خصلة، كل ما عصب من حدا بفش خلقه فيي. وليه ما خبرتيني؟ ما في لزوم. كيف عم تقدري تتحملي كل هالشيء؟ ومستعدة أتحمل أكثر من هيك بكثير. المهم يقتنع يتركني بحال سبيلي. يلي سمعته منه بأكد لي إنه مش رح يتركك بسهولة لأنه بعده بحبك. أكد لك إنه بالنهاية رح يتركني. بقدر أشوفك، اشتقت لك. بعتذر منهم وبلاقيكي بعد ساعة بنفس المحل، أوكي؟ طيب حبيبي. أنا رح أمشي هلأ قبل ما يرجع رودي على البيت، ما عود أقدر أظهر. طيب حياتي، يلا باي. باي. إجتني فكرة ما بعرف قديش ممكن تقتنعي فيها. حسب، قولي. أنت قلت بعدك بتحبي، صح؟ صح. وما بدك تتنازلي عنه ولا وحده تانية؟ ولا بقدر حتى اني افكر بهالشيء. طيب بتحافظي على كرامتك وتضلك قريبه منه، لعبي معه دور الصديقه، هيدا افضل حل. انا صار لازم فيني. لوين؟ اتصلوا فيه من المكتب، عندي شويه شغل. هنشوفك المساء؟ بنحكي. يلا باي. باي. انا باي. معك. وانا كمان صار لازم امشي. حاتم مشي معي، عاوزك شوي. طيب عمالك ما تدفع الفاتورة متر. لارا. نعم. ليش في ناس بتحب بس ما بتعرف الحب؟ في ناس بيحلموا بالزواج بس ما بيعرفوا مين زوجوا. وفي ناس بيحبوا بعضهم للآخر بس يصيروا تحت سقف واحد بيكتشفوا إنه بيكرهوا بعض للآخر. ليه؟ لما يكون الحب نظرية شيء، لما يكون حدث فعلي يكون شيء تاني. كيف يعني؟ يعني الحب الفاشل نهايته علاقة فاشلة، زواج فاشل. لما يكون الحب حقيقي يكون نهايته زواج ناجح وعلاقة تستمر لكل العمر. قد ايه اللي بيناتنا ممكن يأسس لزواج ناجح؟ حسب. بدك تسأل حالك إذا حبك لإلي وصل لمرحلة إنك تفكر بالزواج. اوكي خليها تفضل. كنت مرقة من حد المكتب، ما قدرت ما اطلع اعمل لك زيارة. لو عرفت انك مرقت لحد المكتب وما طلعتي كنت زعلت وشكيتك لرودي. يا ريت رودي ما بيعرف بالمرة. طلقت جوزي وتركت ولادي كرماله.
أعطيته كل المصريات صرفهن على مشاريع فاشلة وعلى لعب القمار وعلى السهر بالسوبر نايت كلوب. ما كنت عارف في كل هالأشياء. في أشياء كتير ما بتعرفها. من هالأشياء إنه بعتني أطلب منك مصاري لأنه ما له عين هو يطلب. في تشيك مستحق عليه ولازم يغطي. أنا هلأ صرت متأكد إنه اللي اتصل بهادي جيهان. ما تروح أفكارك لبعيد، عيب. عيب؟ طيب، ما قال له بمكتبه؟ اطلبه، إذا بتلاقيه بدعسك على رقبتي. رح أطلبه وفرجيك إنه بالمكتب، وحطها عينك لتبطل شك بأصحابك. ما في أصحاب بزمن النسوان. الو؟ نعم؟ الأستاذ هادي موجود؟ الأستاذ برات المكتب، مين بيريده؟ معلي بعدين بحكي. باي. باي. صدقتني هلا؟ إذا ما كان بالمكتب مش معناتها إنه لازم يكون مع جيهان. هي مسكرة خطه. هو إذا كان معها رح يكون مسكر خطه كمان. تيجي لقلك. شو؟ مسكر خطه. ما بدي اعمل محامي شيطان، بس من باب الصدفه يمكن يكون بعد ما وصل على المكتب او يمكن يكون مارق بمحل ما في ارسال. هاي حبيبي. حياتي. شو بك زعلان؟ بدي كاني اعرف انه عم يضربك وما ازعل. مش رح يضل يضربني كل العمر، رح ضل اتحمله حتى نكون لقينا حل. ما بعرف كيف فينا نتفاهم نحن وياه. انا كل ما بشوفه بحس اني بكره وحتى ما فيي اطلع بوجهه. اذا انت هيك عم بتحس، شو بدي اقول انا اللي عايشه معه تحت سقف واحد؟ شو بفكرك هين علي شك بصديقي؟ بس ما بعرف ليش، بس شفت رقم هالإحساس ما عم بفرقني. وافترض انه جيهان هي اللي اتصلت بهادي، وين مشكلة؟ مش يمكن عم تتصل فيه حتى تحكي بموضوعكم؟ وليه بدها تحكي معه بموضوعنا؟ لأنه صديقك، وهي بتعرف قد ايه انت وياه أصحابه مثل الإخوة. وأنا كمان كنت صديق لعماد جوزة وقرب لبعضنا ومثل الإخوة. مسكر خطه، وين معقول يكون؟ إذا مثل ما أنت عم تفكري لازم يكون مع وحدة غير. مين ما كانت تكون ما رح خليها تتهنى بدقيقة معه. هيدا كلام روايات وأفلام، في واقع لارا وانت بتعرفيه. بعرف هالواقع يلي بحبه، كنت مفتكرة انه بحبني، بحب وحدة تانية وعم يظهر معه. بحس بالأمان لما أكون بهالبيت، لأنه ما حدا غيرنا بيعرف نحن وين. بتعرف؟ رودي ما معه خبر إنه هالبيت لإلي. المهم ما حدا يعرف طريق هالبيت. ما حدا بيعرف هالطريق غيرك، ولا حدا رح يعرفها بعدك. لمين هالبيت بالأصل؟ ورثني إياه مرحوم بابا لإلي وحدي.
والسبب انك تحب الحيوانات انا وصغيره. كنت كل ما مات ارنب او بسينه ادفنهم هون ودار ابكي كل النهار. وهلا كل ما ضربني رودي بيجي ببكي وحده. بعدهم مسكرين خطهم اثنيناتهم. هلا هيك بدك تضل على اعصابك؟ يا خيي ما تلوم الغايب ليحضر. قوم دوق على شغلك انت. ضيعت لك وقتك كثير، قوم. ما راح اتركك لتوصل جيهان، وطمن بالي انه ما راح تفقد اعصابك وتأذيها، بكفينا مشاكل. اللي راح يخوتني انه كل الحركات اللي كانت تعملهم بجوز الاولاني معي هلا عم تعملهم فيه. مع فرق واحد بس، اني ما بعرف الشخص اللي عم بتعمل هيك كرماله. انا حطيت حد لعلاقتي بلارا وقطعت اخر خيط بيربطني فيها. الحق علي انا، فت حياتك بالوقت الغلط. بالعكس، الغلط اني كمل حياتي مع انساني ما عادت تحبها. انا هلا بمرحله الصح، بمرحله الحب الحقيقي. خايفه من الايام الجايين، خايفه ما يقبل يتركني، واللي مخوفني اكثر يعرف بعلاقتنا. مدري شو رح تكون ردة فعله. شو ما كانت، انا مستعد لكل الاحتمالات. سوري، ما كنت عارفة إنه في عندك ناس. ما بدها سوري، بالعكس، هيك بتتعرفي على جيهان. لارا مهنا. جيهان بتكون مرت رودي، صديقي. بس ما قلت لها أنا مين بكون. بعتذر، لارا بتكون أعز إنساني عندي. الو سمر. اهلا ست لارا. في حدا حديك؟ لا. هادي وين؟ بمكتبه. في حدا عنده؟ هلا وصلت الست جيهان. فيي اسالك، هالست كل قديش عم بتزور هادي؟ كل
كل يوم تقريبا. اوكي ميرسي. ايه لارا؟ حبيت اطمن عنك مثل العادي. حتى بعد يلي سمعتي مني عم تطمني علي؟ بقدر اهتمامي. مش معناتها اذا انتهت العلاقه انتهت الصداقه، ما هيك؟ هيدا تفكير ايجابي، لكن خلينا نحط الحب على الرف ونمشي بموضوع الصداقه. ما تنسى انه حتى لو انتهت الصداقه مش بسهوله بينتهي الحب. على القليله عندي. انت حرة بمشاعرك. وانت حر بتصرفاتك وحر باختيار الانسان يلي بتلاقي حالك معه. انا لقيتها وانت لازم تلاقي الانسان اللي بيستاهلك. بس انا مش بسهوله بتنازل عن اللي بحبه، مع اني بعرف انه الحياه بتستمر. واكبر دليل انه الحياه بيناتنا رح تستمر تحت عنوان الصداقه. لكن باي يا صديق. باي. رودي بيحبك، ولو ما بيحبك ما بيغار عليك بهالطريقة. رودي عم يضربني، والإنسان اللي بحب بيكون رقيق مش وحش. الحب إحساس صافي بعيد عن الأنانية والأسابة والعذاب. رودي عرف يحول الحب الكبير اللي كان بيناتنا لكره كبير رح يفرق بيناتنا. عم تحكي هيك لأنك معصبة. إذا بتفكري شوي بتعرفي إنه النقص بينك وبينه هو مش بالحب، النقص بطريقة التفاهم بيناتكن. ما في تفاهم مع الزل، واللي عم بعيش القهر مش مثل يلي عم بتسمع عليه. أنا صرت بمرحلة ما عم بقدر اقتنع فيها إنه يلي عم بيعملوا رودي فيي ظاهره عنف وضرب واستغلال وباطنه حب دافع الشك والغيرة. لا زينة لا، في حدود لكل شيء. وصلت الكلبة. احكي مع ماما. انت هون؟ نحن هون. انت وين كنتي؟ كنت مع صاحبي. مش هيك عم بتخيل لك؟ هيدي الحقيقة مش الخيال. مثل ما بدك. ما عاد بهمني شو عم بتفكر. بدي اقطع لك لسانك وارتاح مني. بدي اقطع لك ايدك اذا ما عم بتمد علي. ضايع ضايع. رودي روح. رودي بس كل مرة بدي اضربها قدامي بدي تعوزها واخلص منها. كلب وبتضلك كلب. فاشلة وبتضلك فاشلة. شوفي يا سامية، أنا حبيت أرجع شوفك وأحكي معك بخصوص هادي ولارا. جواب هادي لبنتي كيفي إنه يقطع الطريق على كل شي ممكن نحكي سوا. كل واحد منا مرات بيغلط وبيحكي حكي ما بيكون قاصده. ما بعرف كيف طلع هالحكي من ابني، بس اللي أكيد منه رح يعتذر من لارا ويصلح غلطته. أنت بتعرفي إني بحب هادي قد ما بحب لارا تمام، وإذا كانت ساعاته مع إنسانة تاني غير بنتي الله يهني مع يلي اختار يكفي حياته معها. هادي ما غلط مع لارا، هي يلي غلطت ونظرته كل هالسنين. ما بحياتي حلمت ببنت لابني إلا لارا، وما رح أتخلى عن هالحلم لو شو ما صار. الدنيا اسمي ونصيب يا فادية، إذا مكتوب لهم يرجعوا لبعضهم ما في قوة على الأرض بتفرقهم، وإذا لا الحياة بتستمر وكل واحد بكفي حياته. ما عم بقدر اتخيل بعادن عن بعضن. الله يقدم اللي فيه الخير. هاي لارا. هاي. شو بكي؟ شو بده يكون بني أولي؟ خلص حاتم طفح الكيل، جهام ماشي على راسها،
بتروح وبتجي وما بتتصل فيي، وانا اخر من يعلم. انه لوين بدها تروح يعني؟ لعند صاحبها. لوين بدها تروح؟ بتكوني وياه بشي اوتيل بشي شاليه، عم بتخوني وعلى عينك يا تاجر. روق رودي، ما تخلي افكارك تاخدك لبعيد. حاجة تقول لي روق وتدافع عنها. كانت بالماضي تقضي النهار معي وجوزها ملطوع بالبيت مثل اهبل. بس انا مش اهبل. رح اعرف مع مين عم بتخوني. وقتله وقتلها بما كان يكون. رودي رودي ماتر هادي، الشخص اللي حبيته ونطرته سنين، نطرته شي يوم انه يفاجئني ويحط محبس بايدي، بدل المحبس حط خنجر بقلبي وتركني انزف لموت. حبيبتي، في بنات كتير نطروا اللي بيحبوهن سنين على امل الزواج وبالاخر سبقهم العمر، واللي كانوا يحبوهن تجوزوا بنات اصغر منهم لانهم ما عادوا ينفعوا للزواج. شكري ربك بعدك صغيره وبعده المستقبل قدامك. اي مستقبل مع شخص غير هادي مستقبل ناقص، اي حب مع شخص غير هادي حب مزيف. مشكلتي اني بكرهه قلبي كتير من ما بحبه، ما عاد بدي اياه بس حسي اني كلني لاله، بدي انتقم منه وخايفه عليه، خايفه عليه كتير. مش قادرة أشوفه ولا عدت قادرة أسمع صوته. عايشة معه خايفة منه. ما كنت عارفة إني رح واجه معه كل هالقهر، ولا كنت عارفة إني تجوزت عدوي. خلص حياتي، أنا رح أحكي معه بالموضوع. كيف بدك تحكي معه أخوت؟ كيف بدك تنهي الموضوع مع وحش ما بيعرف إلا يضربني ويعذبني؟ ما عاد فيي اتحمل، تعبت هادي تعبت. خليكم مثل ما انتم. We'll be right back.